اخوان كي داير لاباس عليكم مزيان ان شاء الله يوم الثاني بلوك حط بلوك ان شاء الله اللي عندي راه كنت شويه ج كطيح شويه الشتا دابا يا كان من البارح سيني مبرمج نطلع على جبل بوعنان ان شاء الله زايد يبقى الجو بحال هكا ما طيحش الشتا كثر نتمنى ان شاء الله كيما خططت وعمر شي بخير نشوف دابا 8 ديال الصباح مشيت نجبر الطوبيس اللي كيعرض شويه للمحطه نتمنى ان شاء الله نمشي على رجلي حتى لراسي البوعنا الوينه الاولى نشربوا من ديال البوعنا ان شاء الله نتمنى هذا الريحه السيت هو اللي من هنا حتى لراس ديال البوعنا وشوف تعجبكم هذا الفلوق ما تنساوش يعني اي واحد خرج جديد القناة ديالي يدعمنا ما يكون غير دائما باش نزيدو نديرو بلوكات حتى اخرين طلعو الشوان عاودو الازيلة طنجة المدن ديال الشام ان شاء الله كامل نحاول نزورهم ونعرفكم على المعالم ديالهم حنا تطوان مازال يعني يلاه بديت في البلوكات فيها يعني حتى الله ما كاينه الزرقاء كاينه بزاف 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 ديال البلايص ان شاء الله نديكم معايا اليوم نتمنوا تابعوني في القناة ديالي وكون كما قلت لكم نتمنوا اني تابعوا القناة ديالي ودعموني بلايك واشتراك وسبسكرايب ومهم هو شي اي بلاصة بتعرف في الشمال يعني بغيتي نمشيو ليلة ونديرو لها شي فاش بلوغ نديرو شي دويرة خلوها في الكومنتار لتحت وانا معاكم اي حاجة ان شاء الله بين قضيات حمرتاش شتا شويه جهدت ولكن ماشي مشكل حيت راه صافي صممت نطلع اليوم صافي سين نطلع سي دابا نمشي لبارات نشبر الطوبيس باش نعرف شويه الطريق بعد ما نوصلو تحت الجبل نطلعو ان شاء الله ونشوف العقبات شوفو لكن الدنيا واش تكون عامره تما تكون خاويه ونشربو من الماء ديال بوعنان الماء اللي خارج من الحجار يكون خير كاين الريح جدا باين هاد كلشي شتوا تبارك الله تكون عاد ندم هاد النهار على نبدا هاد الفلوق هادا ولكن معلم ندير هادشي كامل من اجلكم نتومايا واجيت انا بالصراحة يعني بدا شوية الجو راه عييت من الخدمة للدار اجواء المدينة ونطلع صافي عاد شحال هادينا من بروغرام البلاص ديالي خصني نطلع صافي هما نطلع باش ما جمع الطرف راه نحاول نخطاها كما كان دائما يعني كما قلت كما كان تاع عندي كبير والشراك ديالو كبير كنزيد ندير فيه شي مغامره في حاجه اخرى مجنونه ان شاء الله غنطلعو للجبل راه هو كيبان من هنا ورايا ان شاء الله نطلعو ليلو راه ندير لكم شي تصويره من هنا من البيع ندير لكم شي تصويره هنايا هاي كيفاش كيبان تقريبا من هنا تقريبا حتى تقريبا تكون حتى 45 بحال ديال المشي من تما حتى راه النقطه فيه هي راه ما طلعش طلعت الراس ديالو وان شاء الله نشوف العمليه كيفاش ماشا تستمتع معنا بهاد الرحله المجنونه في خاص الشتاء ما كنضغط على الشتاء عليا تما كما عرفتكم يعني واحد مصمم يمشي راه يمشي صافي كما كتشوفوا الجبل بعد ما هنايا هذه من جهه ديال المحطه Thank you.
هذه محطة كيران ديال مدينة تطوان، واحد المحطة جد رائعة. كنظن راه اللي تبعت معايا البلوك الاولاني ديالي راه صورته من الداخل وصورت كلش. هذا هو المسار اللي غنمشي مع هذا المسار كامل باش نوصل صاحبي تقريبا مور داك الديوار ان شاء الله، ونزيد شوية. المهم نتمنى تستمتع معايا في هذا النهار اللي شوية كتشوف فينا غيام وفجية وهنا مغيمة، يعني ما نعرف واش طيح الشتا ما طيحش. تطوان الجو ديالو شوية متقلب، مرة كيكون الشتا واحد ربع ساعة كتولي الشمس عاوتاني الشتا. الجو ديال تطوان راه اللي كيجي لتطوان كيعرفو كيعرف كي داير. نتمنى يكون النهار زوين أي حاجة يكون فيها. نتمنى ان الرحله تتكلل بالنجاح. عاش باش قطع شويه الشتا ماشي بزاف، باش ما عندي والو جاي عادي. يعني حوايج ديال الملابس ديال سميتو ديال الجري ان شاء الله نضربو شي جري مره نوقفو شويه ونصوركم فين وصلت حتى نوصلو للنقطه المهمه ديال العين الاولى ديال بوعنان. ولا كدور في مواتي غادي نطلع حتى للعين الثانية حيت راه فيها العيون الأولى والثانية إن شاء الله يكون هاي هاي. الجميل في الامر ان هذا الجبل فيه واحد مجموعه ديال الفيلات، فيلات رائعه وراقيه. يعني كاين ناس كيعجبهم يسكنوا في الجبال، تشوفوا الفيلا رائعه والمنازل كبيره. مدينة تطوان بدات في هذه المحطة والحمد لله، يعني راه الرحلة سال دابا ما سام بالنجاح. شوية الشميشة شنقد دابايا قنطرة اللي كنا فيه مرنا بيها. انا ماشي الطريق البحر كان السمر في الطريق
Deixa eu ver que eu já ia. يا الله مازال طلع شوية بعيد اخوتي، يلا حتى تولت ما تعرفش واش دابا كاع. المهم كنظن نأجل اخر التصاور تنطلع على راس الجبل باش عاد البطارية بحال واش هو دار عندي 40% باش نكمل لكم هاد الرحلة البسيطة اللي فيها الأمبي هنايا. شوفو في الراس شوفو نصور لكم مدينة تطوان من تمايا. قربنا نوصلوا العوينة الأولى، حنا فتحنا العوينة هي، حنا وصلنا العوينة الناس كي يعمروا الماء اللي يديو معاهم، أنا سنى النوبة ديالي يعني تيسالي وأنا عاود نشرب شوية الماء، حيت كنا كل واحد كيعمر بالنوبة ديالو كل واحد النوبة، أنا وصلت كنتسنى النوبة ديالي ونعاود إن شاء الله نعمر شوية الماء، ونقيسو الماء البنيان الماء طبيعي جدا. كيخرج بالحجر ديال الجبال اللي صورت لكم قبل، يعني ما كيكون الماء صحي و كما كيقول انه كي الناس اللي عندهم الكلاوي وكذا كيكون يعني مزيان يشربوا حيت كيزيد يعاونهم شويه صح. دابا ان شاء الله تنطلع العوينة الثانية، الاولى تشفتو شربنا شوية الماء من فيها، كاين الناس كيعمرو الماء كيديو غطا، كاين اللي كي بحس عليهم كيولي عاوتاني بيئة فرعة صغيرة بدرهم، الأغلبية كتكون في المحطة، يعني واحد كيدير تجارة عاوتاني، بحس عليهم كل واحد ويطلع تا الراجل هنايا يعمر كمية كبيرة ديال البوادات، ما شاء الله خير عاود يكسب مثلا حتى 5 دراهم و 6 دراهم كل بوديزا، فحسن العون يعني واحد كيدير اي مجهود ديالو باش يدخل فلوس حلال، الحمد لله نتمنى لهم التيسير. ما طلعتني استصاج على الطريق ديال العوينة الثانية ارشدوني، دابا ان شاء الله نمشي في هاد الطريق الثاني العوينة الثانية. المنظر ديال تطوان من الفوق شي واحد الغنيمات هما كيوجدوا العيد عاوتاني، غنطلع فهاد الحمر الحمد لله دابا راه الجو زوين كاينة الشمس الحمد لله ما عقلتش في الاول، يعني بان لي الشتا كانت في الاول، مي راه كنا كيما قلت لكم انا تطوان الجو ديالها دغيا كتقلب عاوتاني دغيا كتبدل في الساعه. هادي عاوتاني العوينة الثانية، رائع جدا يا من Thank you.
به العالم العزيز، تنظر يكون انت هو الحلويات. هنا اليوم الحاج كتكون الدنيا عامره للاسف، للحمد كنكون كنكون خدامه كعطاش ما عطاش نجي، الا لكتب شي نهار ثاني نجي ونشوف شو نصوركم شويه انايا ثاني. مارتي راه من ديال مارتي شويه من بعيد على الفوق حتى الشاطئ راه كيبان، يعني هذا الجبل كان مرتفع جدا، يعني تبغى كتدخل تطوان ومارتي كتبان منه، كذلك راس الاخضر كابونيغرو كيبان منه بعض من المنازل. اي بصراحه اللي بغى يحس نشاط هو نقي منه يدير الرياضه يحس براسو اون فورم، يطلع لي هنا جلسي واحد ساعة ولا جوج يرتاح وينسى ينسى الجو المدينة ينسى كلش. مازال طالع في الجبل مازال ما حتى كاين الشانطيوات صافي نيت الشانطيوات سالا. مي سوت على العوين كرا ماشي العوين الثانيه، العوين الثانيه مازال الفوق ديك التتمه ديالها، طلع العوين الثانيه ربع بعيده شويه حتى مازال واو عيسى يا سلام النهار لا زوين ما ندبش ما ندمتش علاش حيت قررت نكمل واخا كانت الشتا في الاول، ولكن قررت نكمل الحمد لله الحراره ديالي كانت صحيح، انا جيت نتمتع بالطبيعه ما ندوش هاد السفل. عندنا والو القمات اي اي غادي نجي نكمل طلعت الراس غادي نطرح مزالة انا هموت من هاد المستطع هاد المصاد راه هو هداك هادشي راه مزال الحالي كيما كتشوف التضاريس واعرة
كنظن الماكسيموم غنوصل حتى لهاديك 15 واط فيما كاين العمود ديال الضوء رجع بحال. المهم انا جبتكم شوية هدا شوية جبل بعنان و حتى هو جبل بعنان ديال تيغوان كاين مع المنطقة كيما الدخلة ديالها حتى المحطات ملي كتمشي لهيك كتقول من المحطين تكون كاملة كتبها من هنايا حتى الجبال ديال تقريبا ديال كاسياخ راه تقدر تشوفهم من هنايا راه تيغوانية هادي. نتمنى كون كتستمتعوا معنا مع هذه المناظر الجميله. نتمنى كون وصلت الصوره كما يجب. كنعتذر غير بغيت ان التليفون راه كون ما كنصور بالتليفون على حساب ان التليفون اللي عندي عنده جوده كبيره في التصوير راه خواليا وخا شحنتو شويه في بحال الكافيه صافي.